أسعد الله صباحكم بكل خير متابعينا في الأردن. نهار اليوم تستمر المملكة تحت تأثير كتلة هوائية معتدلة الحرارة، يسود طقس ربيعي معتدل خلال ساعات النهار بينما يكون بارد نسبيا خلال ساعات الليل، وتنتشر كميات من الغيوم المنخفضة خلال ساعات الصباح الباكر. توقعات الجوية للعاصمة عمان خلال نهار اليوم تسود أجواء نوعا ما ربيعية معتدلة الحرارة 24 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 23 درجة مئوية مع تفرق لبعض الغيوم المنخفضة. الرطوبة مرتفعة والرياح تكون نشطة السرعة شمالية غربية الاتجاه. تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة لباقي مناطق المملكة لنهار اليوم، نبدأ بالمنطقة الشمالية حيث تتأثر أقصى شمال المملكة بأحوال جوية غير مستقرة، تكون الفرصة مهيئة لهطول زخات رعدية من الأمطار. إربد 25 إلى 16 درجة مئوية، عجلون 24 إلى 15، جرش 26 إلى 17، والمفرق 26 إلى 16 درجة مئوية. المنطقة الوسطى نبدأها بالبحر الميت 32 إلى 25 درجة مئوية، مأدبة 25 إلى 17، البلقاء 25 إلى 16، العاصمة عمان تفرق لبعض الغيوم 24 إلى 16 درجة مئوية، والزرقاء 27 إلى 18 درجة مئوية. بالنسبة للمنطقة الجنوبية نبدأها بالعقبة 33 إلى 24 درجة مئوية، الشوبك 22 إلى 13، معان 27 إلى 16، الطفيلة 24 إلى 15، والكرك 24 إلى 15 درجة مئوية أيضا مع تفرق لبعض الغيوم. بالنسبة للمنطقة الشرقية الأزرق 30 إلى 19 درجة مئوية مع تربة مثارة، نفس الحرارة في الصفاوي مع 30 إلى 19 درجة مئوية، أما رويشة 19 إلى 19 درجة مئوية. كان هذا كل ما لدينا للحد الآن، شكرا على المتابعة وإلى اللقاء.